احنا ضحايا ديال جمعيه الامانه للسكن اللي هي مقر ديالها في البرنوسي، اللي هي تاسست نهار 6/5/1991، اللي هي حاليا داخله 32 سنه، وعندها الاراضي وعندها 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 كل شيء. داك الشيء مزيف انه جاو في 89 شراو الاراضي، هما نزعات الملكيه شراوها في 93 وهي نزعات الملكيه في 89، وشراوها ومهندس ديال الجماعه ديال نفس التراب قال لك شرا الارض باش الوقت اللي كذا نبدلو بالاراضي ديال المباني، وهذاك الشيء كلشي كيمثل وكينصب على الناس. حنا العدد المنخرطين 3331 منخرط اللي اعترفوا بهاد الناس باللي داخله عندهم وسجلوها في المحافظه، وداخله وهاد الناس اداو على ما يزيد ل 43 مليار اللي هي كاينه في الملف ديالهم اللي اعترفوا به هما وشي ما اعترفوش به. بحال في المثل اللي ما اعترفوش به، واحد الانسان عاطي 5 المليون 6 المليون سجلوا ليه 5، واحد عطى 18 سجلوا ليه 9. ملي تقابلنا معاهم عند الشرطه القضائيه كيقول لك لا راه هادو كيمشيو يحطوا بلا ما يعلمونا، ان هنا راه النصب، انه الانسان الا حط درهم في وجده راه في العيون يقولوا له راه دخل في الحساب ديالك واحد درهم من وجده. واش هادشي متفقه معايا استاذه؟ هنا هاد الناس كيلب، وهنايا هاد الناس مشينا للمحكمه، وحنا من 2011 وحنا في القضاء اليوم الى هذا ما تنصفنا شيء باقي. ملي المحكمة الابتدائية هادوك العناصر كاين امين المال وكاين رئيس الجمعية وكاين معاهم واحد المهندس اللي هو بالقدرة السميع العليم تحط على الملف، ما درناهش حنا، ما انتخبناش عليه، ما جبناش، ولا هو كيوقع في الشيكات وهو الامر هو اللي كيامر وينهي، وهو الان خارج الوجود ديال المحكمة، ما عمرو حضر لا في الجلسات ديال الابتدائية ولا في الجلسات ديال الاستئناف. وهذا السيد هذا تبت في حقه بانه الخبره تقنيه والخبره حيسوبيه ضبطت عليه مليون و 18 مليون ديال الدرهم، اختلس بدون واجبات بدون حجه بدون حتى شيء، هو مليار و 800 مليون سنتيم. وهذا السيد ما كيحضرش، الوقت اللي كيبغي يخرج الفلوس معاهم كيمشيو يجتمعوا في القهوه اللي حدا جامع الفردوس، والوقت اللي كتعيط المحكمه كيهزهم يجيبهم حتى لقدام المحكمه يحطهم ويدخلوا، لا من ينادي بلا معقول. حنا هاد الناس سير واجي، واغلبيه ديال الناس ما كاينش اللي من هاد الناس 60 سنه، كلشي من 60 سنه والفوق. انا شخصيا راه كنهضر معكم عندي 74 عام وعندي السكر وعندي الهم، وداروا لي مرض وداروا لي ما بقيت قابل شغلي، ما بقيت قابل خدمتي، ما بقيت. وهاد الناس دعيناهم لله ياخذ لينا فيهم الحق، كندعيهم الله تبارك وتعالى هو اللي ولى امرنا، وحنا نادينا درنا زعاوي ما خلينا فين مشينا، درنا محكمه استئناف. ها هي دابا الجلسه اليوم ثامنه وما عمرهم حضروا، ما عمر الملف تناقش، كان جيهم اللي كانوا الجلسات مستمرين ما جاوش، سيروا ما جاوش. اما الان جينا نهار 8 كان اللي ضرب قال لك تلغات الجلسه بسبب اللي ضرب، سيروا 22 جينا 22 تلغات بسبب اللي ضرب، ونمشيو لنهار اخر. والخاصم ديالنا عنده النشوه وعنده التمتع والرفاهيه في هذا التماطل، انه هما بناوا على التماطل. مره يقول له لا يعقل الملف 8 ديال الجلسات ويلاه تجي تطلب باش دير محامي، فين كان هذا الشيء؟ فين كان هذا الشيء من قبل؟ علاش هذا الملف ما يطالب فيه المحامي من النهار الاول؟ وعلاش المحكمه راه جا الملف بلي هذاك العنصر ما عمرو حضر والجامع وعطانا الادريسه في العيون؟ ما كاينش في العيون لاكارت ديالو ديال العيون، وما كيسكنش في العيون، كيسكن في الراشيدي، الراشيدي كيسكن في البرطما 10 الموبل ديالهم، الوقت اللي كنطلعوا الكاميرا كتعطيه وكيسدوا البيبان وكيقولوا عدم ما حضرش ما مبلغش. وكان عطانا شارع حسن السكتاني وما كاينش فيه، عطانا شارع محمد الخامس ما كاينش فيه، عطانا المكتب اللي كيوقعوا شكون اللي عطاها لينا؟ طلبنا قوة القانون، طلبنا حضور، طلبنا ما خلينا. والان كنوجهوا النداء للسيد وكيل العام، السيد وكيل جلاله الملك فيقن وجلاله الملك بنفسه، هذا راه اللعب بالقانون ديال البلاد. ان هنا المحكمه تصيفط لي السيد عاون نقول لها سيري عاودي لهم، اذا راني عندي شي حاجه فوق من هذيك المحكمه. اذا شي حاجه حنا كنفهموا هذه اللغه، باللي هذاك السيد المحكمه غير تمشي تنعس. هاد الوداديه واش عباره عن اراضي؟
كانوا داروا معنا يعطونا السكن بقعه مجهزه، ومن بعد ملي بقعه مجهزه شحال المساحه ديالها؟ بقعه مجهزه كاين اللي قيد 100 متر، وكاين اللي قيد 150 متر، وكاين اللي قيد 80 متر، وكاين اللي وذلك في 2000 فذلك في 2007 2008 جاوا خداو في البرنوسي عقار فيه 10 الهكتارات و7000 متر، بناو منه قل من 3 الهكتارات، داروا فيها 72 عماره، و72 عماره استفدوا منها اللي ماشي منخرطين ومالي الفلوس، يعني باقي المنخرطين ما استفدوش، لا اغلبيه فيهم مازال ما استفدوش. وهاد البرتمات، هاد البرتمات منهم 8 العمارات 9 العمارات. الان الا مشيتي كداستري غتلقى تيران خاوي، تيران عريان، وهو عليه عمارات وساكنين الناس، وكاين اللي خلص 60 مليون وما عنده لا حجه باش يهضر ولا باش يمشي ولا باش يجي. كاين هاد الناس وكل شيء، هاد الشيء كاين في الصندوق في الملف ديال المحكمه، ولقينا الشيكات مزورين، ولقينا الاراضي مزورين، لقينا فلوس خرجوا لختل، كل شيء هاد الشيء محطوط في الدوسي، وكل شيء هاد الشيء ناظر فيه القضاء ديال المحكمة الابتدائية، وكل شيء هادشي نظر فيه الشرطة القضائية ديال الأناسي، والشرطة القضائية ديال المعارف، وكل شيء هادشي، وهاد الناس يمشيو يخونوا على كرشهم. الآن كنطلبوا من جلالة الملك يشوف الرعاية ديالو، راه هادشي راه ماشي معقول، راه هادشي داكشي المقدسات ديالنا حنا راه بداو بعض الناس كيمسوا بهم شي حاجة اللي ما هياش، راه كيوسخوهم وكيوسخونا وكيوسخوا البلاد. حنا البلاد ديالنا عزيز علينا، عندنا الناس في الخارج، عندنا الناس في اوروبا، عندنا مهاجرين ديالنا ومنخرطين معنا، كيقول لك لوحوا لنا الملف حنا نمشيو، حنا الوطن ديالنا اعز منا ما كان، ما يمكنش لينا باش نلوحوا لشي واحد حتى نشوفوا القضاء المغربي اش غيدير معنا. هنا كنطلبوا حقنا الله يجازيكم بخير، وكنطلبوا من القضاء ينورنا، وكنطلبوا من القضاء يعطينا حقنا. وما هذاك السير واجي راه غير الطماطور وكيزيدوهم في اسميتو ديالهم، وحنا راه الصبر ديالنا تقضى. وكاين اكثر من 80 وفاه في هذا الملف، وكاين اكثر من واحد العدد اللي مطلق طلقوا على ود سبب هذا الملف. قلتي لي قلتي سكنه ما سكنه، كاين اللي باقي الان في السكن ديال الكلى، وكاين اللي تشلل موجودين، راه عندنا فوق من 30 حاله مستعصيه على العلاج، هما كاينين. بغيتي الا درتي شوقي تلا عندوك الدور عندهم واحد بواحد، وحنا راه كنهضروا بالصراحه والحقيقه. والان لينا الطلب للقضاء، ولينا الطلب للناس المسؤولين، ولينا الطلب لجلاله الملك، ولينا الطلب للراي العام ينصفنا وينصحنا. راه حنا الاخوان راه تقرنا، لا اله الا الله محمد رسول الله، والله يخطف هاد الناس الحق، دعيناهم الله. لا تنسوا الاشتراك في قناة الايام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.